شقيق شيرين عبد الوهاب حسم الجدل عن علاقته بطلاقها من حسام حبيب. علاقة محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بالطلاق، وإيه اللي جاب اسمه في الموضوع رغم إنه هو ما كانش معاها في السعودية لما اتخانقوا؟ هل هو ليه علاقة بالخلافات اللي حصلت بين حسام وشيرين؟ وليه وصف حسام حبيب بلوسي ابن طنط فاكيها؟ ويا ترى شيرين علاقتها عاملة ازاي مع أهلها بعد طلاقها من حسام حبيب؟ حالة جدل كبيرة أثرها محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ما كتب منشور من خلال حسابه على الفيسبوك، اتكلم من خلاله عن اللي حصل مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعلق على موضوع الطلاق وقال: الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فاكيها، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر. وقال من خلال منشور تاني إنه ما كانش عاوز يعلق على الموضوع ولا عاوز يبقى ليه علاقة بحاجة، وقال إنه كان يعرف موضوع الطلاق من كذا يوم، وقال إنه ملوش علاقة بموضوع الطلاق نهائيا. واتكلم عن شقيقته شيرين عبد الوهاب وقال انها اخته الكبيره وانه بيعتبرها تاج على راسه وبيعتبرها امه التانيه. واتكلم عن نجاح شيرين في الفتره اللي جايه وقال انها هترجع تكسر الدنيا بعد ما انتهت علاقتها بحسام حبيب. واتكلم محمد عبد الوهاب عن نفسه وقال: الطاقه اللي عندي يا دوب على قدي شويه، الامراض اللي جات لي والحمد لله على كده. والغريب بقى ان محمد عبد الوهاب علق على موضوع الطلاق وقال انه ملوش علاقه باللي حصل من غير ما حد يتهمه انه هو سبب من اسباب الانفصال، ومحدش يعرف هو علق على موضوع الطلاق ليه. حسام حبيب وشيرين اتجوزوا سنة 2014، وفي بداية الجواز كانت علاقتهم في حالة من الاستقرار، لكن فجأة حصل بينهم عدد من الأزمات والخلافات، وهما الاثنين تبادلوا الاتهامات وأعلنوا انفصالهم لأول مرة سنة 2021. وقالت شيرين وقتها إن الانفصال تم في هدوء ومفيش خلافات بينهم. وبعدها بكام شهر فاجئوا كل الناس بكتب كتابهم، ولما شيرين اتسألت عن حسام قالت إن هو حب حياتها. لكن فجأة شيرين فاجئت الناس إنها حلقت شعرها كله سنة 2022، وقالت إن حسام حبيب هو اللي وصلها للحالة النفسية السيئة دي. لكن بعد كام شهر فاجئت شيرين الجمهور بخبر كتب الكتاب وقالت إنهم رجعوا لبعض تاني، ورجعت تاني تمدح في حسام حبيب وتقول إن هو حب حياتها. وأثناء فعاليات موسم الرياض انتشرت أنباء عن وجود خلافات جديدة بينهم، وإن شيرين سابت حسام هناك ورجعت مصر لوحدها، وبعدها أعلنوا خبر انفصالهم للمرة التالتة. لكن هل يا ترى خلاص قصتهم خلصت على كده ولا ممكن يرجعوا لبعض تاني؟